عظيم. طيب حكاية أبو سفيان وش عندنا اليوم؟ حكاية أبو سفيان، شوف احنا كل أسبوع نجيب حكاية وأحيانا ننجز. تكلمت أول عن كيف تعلمت الخطابة، لا أنا بقول لك كيف تعلمت الكتابة. أنا يوم كنت في الابتدائي كنت أرسم في مادتين الإملاء والتعبير، عدت خامسة وسادسة بسبب أني بليد فيهم. فالحقيقة كان أمامي طريقين، يا أضع العيب على المتعلمين وأقول المعلم والمعلم، أو أني أصلح مشكلتي وأترك المعلم. المعلم أعطاني مفاتيح، وفعلا بديت اقرا جرايد واكتب، كل نص يعجبني اكتب واكتب وتعلمت. هذه كنت في اي مرحله؟ اولى متوسط. اي ثالثه متوسط صرت اقرا، اسرق من الكتب وانشر في الجرايد صفحه القراء. والله توهقت واكلت مقلب نفسي اللي بوصل له يا انه انا، واول مره اعترف فيها. كنت ارسم في خامسه وسادسه في الابتدائي، الان يمكن اقول لك انه ما في وطن عربي احد يكتب بكثافه كتاباتي، بكثافه بغض النظر عن جوده. ولله الحمد إلى الآن دخل جيبي 3,800,000 من دخل الكتابة، المهنة اللي تعلمتها. على مدى كم؟ على مدى 20 سنة. تعيد الرقم؟ 3,800,000، واللي ما مصدق يجيني ويعطيه الشكة. الله يبارك في رزقك. طبعا راحت ما جابوا، أنا ترى ما جابوا الله كله عبد الله، لكن أنا أقول لك شوف كيف إنه كل واحد عندنا، ما في مخلوق في الدنيا إلا الله عز وجل جعل فيه كمية مواهب، بس كيف يكتشفها؟ يعني أنا ما حد من أهلي كان متوقع إني أصير أعرف أكتب، سيبا إني أصير كاتب مثلا متعلق، إني ما أعرف أكتب. أقول لك في خامسة وسادسة كنت أعيد في التعبير لا أعرف أكتب سطر، وفي الإملاء لا أعرف أحسب. من راسب في الإملاء إلى مليونير من الكتابة. ثلاثة ملايين مليونير. أيوة. الله يزيدك. و500 نص مليون من كتابة باسم امرأة بس، يعني مو باسم الحقيقي. وهتصل لحظة لحظة لحظة، عيدها. هذه لازم نوقف عندها. معلش يعني شباب، الفاصل. لا يعني انه كنت اكتب في مجلات باسماء. طبعا تعرف هذه موجوده في كل موجود ابراهيم المازني كله. يكتبون لانه ما يقدر يكتب باسمه كل مره، فهو عنده قدره الكتابه لكن ما يقدر يطلع بصحيفتين، فيطلع بصحيفه ثانيه يعرف رئيس التحرير والمحررين انه هذا فلان الفلاني، بس يطلع باسم مستعار باسم امراه. وفي كتاب بس فيها غش للجماهير للقراء. لا 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 لا، انه احنا نعطيهم فكره، انا ما عمري اعطيتهم تصريحات. في كتاب كامل اسمه معجم الاسماء المستعاره. وش الاسم النسائي اللي كنت تكتبه؟ لا خلاص عاد على قد قروشكم نعطيكم. بنعطيك زيادة بس علمنا. بعدين بعد الحلقة القادمة خليهم شوق. أطلع فاصل يعني. طيب العرفج من راسب في الإملاء والكتابة إلى مليونير بسبب الكتابة الصحيحة. فاصل ثاني.